ولكن عمو جمولي كان المفروض كان المفروض من تفعل هيك فعل من تستخدم اي حاجه مو ملكك يجب ان تستاذن سواء كنت اخذت الحاجه من بابا من ماما من اختك من اخوك تجي الست ناس ما تريد تاخذ منها شغله لازم تستاذن هذا شيء كلش مهم حبيبي صحيح صحيح عمو الدكتور زين يعني مو كل واحد يحبنا يتيح لنا هذا الموضوع انه نستخدم اغراضه بدون استئذان لا حبيبي لا عمو ما يصير بعدين احنا خلي ببالك شغله عمو ابو جميل هاي احنا لازم نعلم الاطفال بالبيت على مساله جدا مهمه وهي موضوعة التملك اي خصوصيه التملك هذه مساله لازم بهذا العمر يفهمها الطفل مو صح لو لا شلون فهمه اي فهمه انت لازم بالبيت تفهمه استاذ اذا بالبيت ما تعلم هذا من يكبر راح تمشي ويا هاي الموضوعه وهذا شيء كلش غلط يعني شو نقول يعني خصوصيه التملك هذه حاجتك هذه حاجه اختك هذه حاجه البيت لازم قبل ما ناخذها شو نسوي نستاذن احكي لك لا نستاذن من جديد استاذن واقول لهم برخصتكم راح اخذ هذه الحاجه لا تنسى الاشتراك والاعجاب في قناه شهاب الفضائيه